صوت الاتجاه الى جانب صوت الاجتماعي في منطقة حارة حلايب. نعم نانسي، نحن بأي حال نتابع الصورة مباشرة نقلا عن قناة المنار. نتابع هذه الصور إذا نقلا عن قناة المنار لانفجار حارة حريك. نعم تدريب المشهد الأولي للأسف الآن أزاد، يتم ارتسال عدد من الأسلاء من مكان الانفجار. أنت وصلت إلى المكان يعني؟ نعم تدريب الآن وصلت أيضا سيارات الصليب الأحمر اللبناني، الهيئة الصحية الإسلامية من الظهر السديد في المنطقة، حتى أن يعني حتى القوى الأمنية لم تستطع فعلا ضبط المواطنين الذين يتحوطون مع كل حدوث انفجار من أن يكون هنالك انفجار آخر يقع في نفس المكان. في هذه الأثناء يتم وضع حواجز حديدية لمنع المواطنين من الاستراب من موقع الانفجار الذي يبدو بأنه أتى على الطبقة الأولى والثانية والثالثة من مبنى سكني ملاصق لسطر السباعي، ما يعرف بسطر السباعي وهو سطر كبير في منطقة حارة حريك، أيضا إلى جانبه بنك البركة. حتى الساعة نحاول الاضطراب أكثر فأكثر. المشهد يعني بسرعة فائقة وصلت سيارات الإطفاء والدفاع المدني. أيضا المبنى الموازي لصاد السباعي تضرر. نعم كاترين، يبدو بأنها سيارة مفخخة الآن أحد جهود العيان إلى جانبي بحسب ما يقول إنها السيارة هي التي أشاهدها أيضا أمامي هي المفخخة. نعم هي سيارة كيا في منتصف الطريق، فجرت في منتصف الطريق تحديدا، يبدو بأنها يعني فجرت نانسي بحسب المعلومات يعني على بالطريقة نفسها التي فجرت فيها السيارة المفخخة الأخيرة، يعني انتحاري كان يقودها ربما وفجرت وهي غير متوقفة يعني. نعم كاترين، السيارة أشاهدها أمامي هي متضررة بشكل كامل، هي في نصف الشارع باتجاه من الضاحية للخروج إلى طريق المطار بهذا الاتجاه. هي سيارة من نوع كيا تم تصديرها، حتى الساعة لا يمكن إعطاء أي تفاصيل، لكن ما شاهدته هو أسلاء بشرية انتزعت وتم رفعها من المكان. أيضا المشهد الأضرار، أيضا هذه الكيا الآن يعني أحد المواطنين يريني الصورة التي تؤكد بأنها من نوع كيا، هي بيضاء اللون وانفجرت في وسط الشارع. أيضا كاترين أشير بأنه الأضرار يعني المادية أيضا في الطبقة. عفوا نانسي، كيف تمكنتم من معرفة نوعها يعني ولونها؟ أليست محترقة بالكامل السيارة؟ نعم، لكن كاترين تم تصوير لوحة السيارة من الخلف. نعم. التي نعم. عليها إشارة الكيا، صورها أحد المواطنين. هي السيارة مباشرة أمامي تم إطفاؤها بعد أن اندلعت النيران بها وبعد أن فجرت. شهيدان كاترين، سوف اعطي الهاتف لاحد جهود العيان الى جانبي، انه يقول بانه شاهد رفع شخصين من المكان. نعم. يقول بان القوة الصليب الاحمر اللبناني الذي وصل
الذي وصل إلى المكان رفع أمامه قد شاهد رفع خمسة أشخاص من ضمنهم بحسب ما يقول هذا الشاهد شهيدين وثلاثة جرحى هي حصيلة الانفجار الأولية بحسب ما يقول أحد المواطنين الموجود والذي هو من المنطقة وكان بقرب وقوع الانفجار وقد تم نقل الجرحى والضحايا إلى مستشفى بهمن بحسب ما علمنا. إذا الحصيلة الأولية نعم كما أشاهد أمامي مباشرة السيارة متضررة ومنسوبة بشكل كامل. القوى الأمنية الآن من أمن دولي وقوى أمنية وحتى المواطنين وحتى العناصر الحزبية يصوتون مكان وقوع الانفجار الذي وقع تحديدا في سيارة مشخصة فجرت في منتصف الطريق وفي منطقة حارة حريك بجانب شاطئ السباعي وتحديدا في أمام مبنى سكني يضم بعض المحلات من مؤسسة الحاج للتجارة العامة والصناعة وكافيه عمرو لمن يعرف المنطقة كافيه عمرو أيضا من المطاهي المعروفة هنا في منطقة حارة حريك. الحصيلة الأولية أيضا بحسب ما تأكدت من عدد من عناصر الصليب الأحمر اللبناني الحصيلة الأولية خمسة ضحايا بين جريح وشهيد أو خطير لا ندري وإذا كان هنالك. نعم كاترين في هذه الأثناء أكدت لي مصادر طبية يعني تحديدا من العناصر التي تقوم برفع الضحايا بأنه العملية يبدو بأنها ناتجة عن انتحار فجر نفسه في سيارة فيا حيث أنه الأسلاء رفعت من داخل سيارة الكيا التي كانت يعني تسير على الطريق حين تم تفجيرها في منطقة حارة حريك في الضاحية الجنوبية لبيروت. كاترين أجدد بمعلومات لقناة الجديد أنه في هذه الأثناء القوى الأمنية تحاول وأيضا وضعت صوتا بشريا حتى أتسع من العناصر الأمنية حول السيارة المفخخة التي أفادت معلومات من مسعفين قاموا برفع الضحايا من جرحى وشهداء وأيضا يحكى أنه هنالك أكدوا لنا بأن العملية ناتجة عن انتحار فخخ نفسه وفجر نفسه بسيارة كيا في وسط الطريق في منطقة حارة حريك تحديدا كما ذكرت. وهذا الانفجار وقع على بعد أمتار من الانفجار الأول الذي استهدف منذ قرابة أسبوعين الضاحية الجنوبية تحديدا حارة حريك. كاترين نعم نانسي طبعا سنبقى معك للمزيد من التفاصيل. سأعود وأذكر بأبرز المعلومات الأولية التي ذكرتها نانسي أن على ما يبدو فأن الانفجار ناتج عن عملية انتحارية بحيث أن الانتحاري بحسب المعطيات الأولية فخخ نفسه وفجر نفسه في وسط الطريق في أحد شوارع حارة حريك في الضاحية الجنوبية. نعم نانسي كاترين في هذه الأثناء ولمزيد من التأكيد من أن السيارة المفخخة هي من نوع كيا سوف أعطيكم رقم اللوحة التي تحملها هذه السيارة المفخخة. نعم 3-4-7-5-2-7 على زيم 3-4-7-5-2-7 على زيم هذا هو رقم السيارة المفخخة التي انفجرت في وسط الطريق في الضاحية الجنوبية.